النفط الابيض اللي اول مره ينتج في هذا المصروم ثم يتحول انتاجه الى بنزين للطائرات، هاي المعلومه اللي يعني نوثقها بشكل صحيح. طبعا احنا بفلسفه المصافي انه وقود الطائرات هو بديل للكيروسين يعني او النفط الابيض. احنا احيانا في موسم الصيف يكون الطلب على النفط الابيض قليل، فحتى لا يكون طاقاتنا الخزنيه تمتلي نفط ابيض، نتحول هذا المنتج نحول الى وقود طائرات من خلال تغيير بظروف التشغيليه واضافه بعض المضافات لانتاج وقود طائرات. وعندنا هسه صار عندنا حالتين في مصفى كربلاء، اما تنتج نفط ابيض ومهدرج وصديق للبيئه، واما تنتج وقود طائرات وبكميه 3 مليون لتر باليوم، وهذا فد ميزه ممتازه ومرونه جدا رائعه بالنسبه لمشروع مصفى كربلاء.